بيكم من جديد مشاهدينا، وهنواصل التعرف على أهم الأخبار النهاردة. ومن أهم الأخبار كانت الأحكام اللي صدرت ببراءة كل المتهمين بقتل أبناء السويس خلال ثورة 25 يناير. الحكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت النهاردة في التجمع الخامس. بمجرد إعلان الأحكام، أحكام البراءات، تحولت القاعة إلى فوضى عارمة وامتلأت بالصراخ والعويل وتأكيد من جانب أهالي الشهداء على هناخد حق أولادنا بأيدينا. وكان هناك ترديد لحسبي الله ونعم الوكيل، ودي الصور اللي كانت موجودة في المحاكمة النهاردة وبعد الأحكام التي أعلنت بالبراءات للمتهمين بقتل الثوار خلال أحداث ثورة 25 يناير. معنا على التليفون أستاذ محسن البهناسي، محامي أسر شهداء السويس. مساء الخير يا أستاذ محسن. مساء النور يا فندم. هل هذه الأحكام هي أحكام نهائية؟ هل ما زالت هناك فرصة للمحامين للنيابة العامة بالطعن عليها؟ بالتأكيد بالتأكيد، رغم أن الحكم النهاردة كان حكم صادم لكل أهالي شهداء السويس ومصابين ثورة 25 يناير. الحقيقة كان صادم جدا، واعتقد ان السويس اللي بيبقى مش عارف السويس، السويس هي مفجرة ثورة 25 يناير واول ثلاث شهداء سقطوا في محافظة السويس. ده هيخلينا احنا كمحامين فعلا وممثلين في الدعوة المدنية هنتخذ الاجراءات القانونية نحو الطعن في امام محكمة النقض بالنسبة لهذا الحكم فيما يخص الدعوة المدنية. وكذلك هنتقدم للنائب العام بضرورة أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه القضية نحو التقرير طعن بالنقض على هذا الحكم وفورا. طيب، حتى اللحظة لم تعلن النيابة العامة، لم يعلن النائب العام أو مكتب النائب العام خطتهم، هل هيقوموا بإجراءات الطعن أم لا؟ بالتأكيد أن مكتب النائب العام لم يطلع بعد على أسباب الحكم القاضي بالبراءة اليوم، وبالتأكيد يجب الوقوف على هذه الأسباب حتى يتسنى كتابة الأسانيد اللي هتبنى عليها مذكرة النقض. وبالتالي أنا أتصور أن احنا يجب أن نتمهل ويعني نطرح الفرصة حتى نطلع على هذه الأسباب للوقوف على الاسانيد اللي ادت الى البراءه. لان الحقيقه اذا التمهل، الوقوف على الاسانيد، الاسباب اللي ادت الى اتخاذ هذه الاحكام وعدم التسرع باصدار احكام. للاسف في محاوله لأخذ الامور على انها انقلاب على ثوره 25 يناير وعلى شهداء 25 يناير، وانه هناك حاله انه هذه القرارات هي قرارات سياسيه. طبعا ده ربما تردد هذه العبارات كثيرا على السنه يعني بعض من قيادات جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله. يعني بعيدا عن ما يردده جماعه الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله، لكن هذه ترددات ايضا على ألسنة اهالي الشهداء والمصابين. لكن نحن الان يجب ان نحترم احكام القضاء ونقدر هذه الاحكام لحين ما يتم الطعن عليها امام محكمة النقض. يجب اتباع الاجراءات القانونية في تقديم مذكرة النقض من النيابة العامة للنظر في اسباب هذا الحكم. الدنيا لم تنتهي او تتوقف على هذا الحكم فقط، واعتقد ان قضيه مبارك المخلوع سبق وان صدر حكم بادانته ثم اعادت محكمه النقض نظر القضيه من جديد، واعتقد ان هذا الامر سيحدث في قضيه السويس. عشان كده بقول على النائب العام ان يتحمل مسؤوليته في سرعه التقرير بالنقض بعد قراءه الاسباب وايداع الاسباب امام محكمه النقض. في بدايه الجلسه المحامي عبد الرؤوف ابو زيد ممثل النيابه العامه في بدايه مرافعته اكد انه يسلم امانه القصاص للشهداء الى هيئه المحكمه بعد ان حملتها النيابه على عاتقها خلال تلك الفتره لثقته بان المحكمه سترد الامانه الى اهلها. خلينا اقول لك في منتهى الامانه، النيابه العامه عملت او قدمت مجهودا حقيقيا في هذه القضيه، قدمت متهمين باتهامات حقيقيه، لكن في الاخر يبقى الحكم للقاضي الجنائي هو عنه حقيقة، هو الذي يقدر هذه الدلائل. بنحترم هذه الاحكام لكن بنطرحها كمان على
محكمة النقض هي التي سوف تفصل في معيار هذا الحكم لمصادقته لحقيقة أو للقانون أو من عدم. إذن حضراتكم في انتظار الحيثيات ومن ثم ستتخذوا إجراءاتكم للقيام بالطعن على هذه الأحكام. بالتأكيد إن شاء الله هنعمل كده، وفورا مجرد اطلاع على أسباب الحكم إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محسن البهناسي محامي أسر شهداء السويس، ومعانا على تلفون الحاج علي الجنيدي والد الشهيد إسلام الجنيدي وهو من شهداء ثورة 25 يناير ومن أبناء السويس. مساء الخير يا حاج علي. مساء الخير أستاذ. يعني إزاي تلقيتم الأحكام النهاردة والإعلان عن هذه البراءات؟ والله وللأسف هو كان خبر صادم لنا جميعا، وكان مفاجأة النطق بحكم براءة القتلة والمتهمين النهاردة. كانت مفاجأة لأن النهاردة للأسف هيئة المحكمة كان قدامها كل الأدلة والقرائن اللي بتؤكد وتثبت أن دول قتلوا أبنائنا وأصابوا ما أصابوا. فكان الموضوع بالنسبة لنا لأن قضية السويس كان فيها كل الأدلة والقرائن اللي بتؤكد وتدين ضباط الشرطه ورجل اعمال ابراهيم فرج وابنائه ان هم قتلوا ابنائنا، وحضرتك هيئه المحكمه اللي ادت منطوق حكم النهارده في تقرير موجود بخط ايد رئيس المحكمه يؤكد فيه ان الشرطه تركت الاقسام وتعقبت المتظاهرين وجات عندي لغايه العماره اللي بتبعد عن اسم السويس حوالي 500 متر واطلقت علينا الرصاص. طب لما القاضي يقول ده في تقريره لما جه وعمل معاينه، يعني اعتقد انه الافضل ترك ده للمحامين حاج علي للاطلاع على حيثيات هذه الاحكام على ما اعتمدت هيئه المحكمه ومن ثم قررت هذه الاحكام والبراءات. لو سمحتي لي عشان بنتكلم حساسيات قانون والنائب العام والنقد على الاحكام دي، بس الطعن على الاحكام اللي صدرت، انا بس ليا تساؤل حضرتك ويا ريت حضرتك قرري نفس التساؤل وتشوف علامات الاستفهام. قضايا قتلة المتظاهرين اللي تم فيها الحكم بالبراءات، قضية السيدة زينب وغيرهم والمرج وغيرهم يعني، واللي تم الطعن فيها بالنقد. أنا بسأل سؤال واحد وحضرتك يا ريت تسألي نفس السؤال. النهارده القضايا اللي تم الطعن فيها بالنقد لحتى تاريخه لم تنظر فيها محكمة النقد. مع العلم ان مبارك وقضيته اللي تم فيها الحكم بعد احكام القتل المتظاهرين تم النظر في النقض في حكم مبارك وتم اعاده محاكمته مره اخرى والغاء حكم حبس 25 سنه حتى يعني هتعاد المحاكمه، يعني بدات اعاده محاكمته. عايزين نسال فين الاحكام اللي صدر اللي تم الطعن فيها بالنقض؟ محكمه النقض ما نظرتش فيها ليه لغايه دلوقتي حتى تاريخه؟ وده سؤال وجيه. سنتين النهارده يا استاذه دينا. حضرتك ده تساؤل وعلامات استفهام بتدور ولازم نسال ده. طب احنا كمان النهارده بنخشى ما نخشاه لما نطعن بالنقض على الحكم الجائر والظالم اللي صدر النهارده ان يكون مصير قضيه السويس نفس مصير قضايا قتل المتظاهرين في القاهره وبعض المحافظات. يعني ونؤكد مره اخرى حاج علي انه ننتظر الحيثيات اللي هتصدر من قبل المحكمه وهيئه المحكمه للتعرف عليها واللي ادى في النهايه الى خروج هذه الاحكام بهذا الشكل. انا بشكرك شكرا جزيلا الحاج علي الجنيدي والد الشهيد اسلام الجنيدي من شهداء السويس خلال ثوره 25 يناير والمتحدث باسم اسر شهداء السويس.